عين عين سين تقول: إذا ركبت أسنانا صناعية وجعلت بينها فروجات، هل مثل هذا العمل داخل في حديث اللعن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله؟ الحديث وارد في الأسنان الخلقية التي لا عيب فيها، تفلجها تفرج بينها للتجمل بزعمها. هذا هو الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعلته. أما الأسنان الصناعية فلا أرى أنها تدخل في هذا. نعم.